السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وبصحه جيده. نتمنى لكم دائما نهار سعيد معطر بذكر الله وبالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نشكركم غالياتي دائما على التعليقات تاعكم الطيبه اللي تشجعني وتخليني نتقدم للامام. قبل ما نبدا حبيباتي، جيم ولا لايك لا فيديو، بارتاج مع الاهل والاصدقاء في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. ما تنساوش حبيبتي اللايك، تخلي قناتكم دائما تبان في محرك البحث. هيا نبداو بسم الله على بركه الله. قبل ما نبداو حبيباتي في التفصيل والخياطه، راح نخبركم كاين فريق للعمل، فريق واتساب كان تدخلوا نرحب بكم كامل فيه، خاص بشركه عالميه، شركه ناجحه وهي دي اكس ان. دخلوا تتعلموا، كاين مدربات يشرحوا لكم طريقه العمل بالتفصيل المفصل. عمل ان شاء الله حتربحوا باموال نتوما في دياركم، وعمل راه عمل حلال وانا تاكدت منه وامنت به. راني حبيتكم تدخلوا معايا في الفريق هذا ونخدموا مع بعضنا ان شاء الله. نرحب بكم. رابط العمل في اول تعليق مثبت، ادخلوا ان شاء الله ما تندموش. مرحبا بكم. كما راكم تشوفونا حبيباتي، راني فصلت فصلت الداخل والخارج، ثم درت بانس برنسس. انتم دوك نحط لكم رابط الداخل في الخارج، اللي يكفيها بالطول تفصل بالطول، اللي ما يكفيهاش تفصل بالعرض. نحط لكم رابط بانس برنسس. انا فصلت البانس برنسس كيما راكم تشوفوا. دوك نكملوا مراحل التفصيل. الصدريه هنا من فوق والاكمام هذا مكان. اول حاجه نديروها هي نعينوا فتحه الرقبه. القيس اللي درتو طاي 50، يعني بانس برنسس تاع طاي 50. انا درت منها في القناة عدة فيديوهات. هكا عرض عندنا 8، هكا نهبطو عمق عندنا 19 سنتيم. نديرو فتحة الرقبة مدورة بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. الامام نقصوه وحده والخلف وحده. فتحة الرقبة مدورة بالطريقة هذه. وكنقصوا فتحة الرقبة من الخلف. فتحة الرقبة من الخلف 10 سنتيم. نديروها ثاني مدورة بهذا الاتجاه. تعدو دائما الكتاف يكونوا قد بعضاهم. يعني قص انا ميل الكتف، قصوا بهذا الشكل الخلف. في الحالة هذه قبل ما نكمل مراحل تفصيل بياسمون، واش نروح ندير؟ نروح نخيط لي ديكوب نتاعي هادو، نروح نخيطهم للامام والخلف، ونرجع انا نوريكم كيفاش نحي من نحي بياسمون اللي راح نعوضها هنا بالدونتي اللي نعتو لكم نهار الاول. كيما راكم تشوفوا خيط لي ديكوب. دوكا راح نرسم البياسمون اللي حنقصها. قصت بعد ما عينت فتحة الرقبة هكا 8 سنتيم، نزيد نجيو هنا نقيسو القيمة اللي حنقصوها 9 سنتيم. هكا 9.5 سنتيم، نديرو 9 سنتيم. هكا نهبطو هنا قيمة 12 سنتيم، نعينو نقطة هنا في الزاوية قيمة 10 سنتيم. نعين النقطة 10 9 10 12. نوصل ما بين النقاط كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. ندير لون أسود باش يبان باش تشوفوه. نوصل بهذا الشكل على شكل قلب. هذا هو تاع الأمام. كي نجيو نقصو، انا ما نقصش هنا في الرسمه،
نخلي قيمه زايد قيمه الخياطه هذا امام، نخلي قيمه الخياطه 1 سنتيم ونقص. باكي نحب نطلع البياسمون نطلعوا على هذا الاساس. اللي ما تقدرش تفصل امام وحده والخلف وحده هكا بهذا الشكل. هذا نخرج به الدونتيل، نخليه هكا باش نطلع به الدونتيل. دركا الخلف، الخلف كاين اللي تحب دير الخلف والامام كيف كيف تقص مره واحده، اما اللي تحب مثلا كيما انا هنا من قبل هبط بقيمه 10 سنتيم نزيد نهبط لها قيمه 6 سنتيم باش ما تجيش الحله كبيره للخلف، اللي فتحه الرقبه على شكل قلب باش يجي شويه تغيير الخلف مشكل امام هكا. امام درناها مدوره الخلف يجي قلب، تحبوا حتى الامام ديروها قلب ديروها قلب. هنا دي شويه طالعه على الامام نهبطوا بقيمه 9 سنتيم هكا ونرسموا بهذا الاتجاه حتى له بهذا الشكل. في القص ثاني ما نقصوش في الرسمه، نخلي 1 سنتيم امام الرسم ونقصو، يعني نخليه دائما حق الخياطه. انا راني ندير بالخط الاسود باللون الاسود باش تبان لكم برك. هذا نطلعوا به الدونتيل دوكا هكا الامام والخلف فصلناهم نحيو هكا ونجيبو الدونتيل، نجيبو الدونتيل كيما راكم تشوفوا. اول حاجه كل واحد يدير، انا عندي هذا خدمت به من قبل، طوي هكا على اثنين بهذا الشكل وتحطوا الامام بالطريقه هذه. الجهه المغلوقه دائما الجهه المغلوقه هكا، تحكموا بالزيبانجل باش نوريكم كيفاه تزيدو تقصو هنا. تحبوا تقصوا هنا تخليه ثاني تزيدوا زياده تاع 1 سنتيم حق الخياطه ثاني هنا في الدونتيل، حق الخياطه هنا في الدونتيل مع حق الخياطه في القماش تحصلوا على القيس يجيكم قد قد. دركا فتحه الرقبه تقصوها قد قد بهذا الشكل. زيدوا تعدلوا ميل الكتف هذا ما يخص الامام. هذا ما نحتاجوش، نحتاجو غير الدونتيل كيما راكم تشوفو. تحصلنا على البياسمون نحوسو عليها، نزيدو بنفس الطريقة نطويو الدونتيل اللي عندنا بهذا الشكل هكا ونفصلو الخلف، نحطو هذا الخلف الطريقة هذه دائما المغلوق مع المغلوق هكا. تحكموا بالزيبانجل وهنا كي تقصوا زيدوا حق الخياطة 1 سنتيم بهذا الشكل كيما درنا الأمام. نقصوا ثاني فتحة الرقبة من الخلف، نقصوا
ميل الكتف، هكا نكونو كملنا بياس مونتا الامام والخلف. قدنا الخدمه دوكا بالبي في الماكينه، نوريكم كيفاش نديرو لا فينيسيون تاع الامام والخلف. دوكا واش بقى لنا؟ نجيبو القماش باش نفصلو المراوح. نجيبو دوكا القطعه اللي بقات، هذه القطعه اللي بقات هكا، هي هكا راهي على اثنين، هذه الجهه المغلوقه. نزيدو نطوي القماش بهكا على اثنين باش نخرجو زوج مراوح. نجيب زوج قطع تاع دونتيل، ها زوج قطع تاع دونتيل كيما راكم تشوفوا، يعني مازلت ما عدلتهمش، مش متساويين. قصيت برك من بقايا تاع الدونتيل اللي عندي، تحطو بالشكل هذا، نحطو عليهم الطريقة هذه، نحطو عليهم هكا. نعطيكم سعر القياس هاد باش تفهموا. القطعة هذه هكا فيها عرض 12 سنتيم، وهذه فيها 17 سنتيم هكا. راح نستخدمو ثاني 19 سنتيم، 19 ولا 20 20 على 20. نقصو حنا القيمة هذه باش تفهموا، المربع هذا تاع 20 بهذا الشكل. هنا رانا عندنا زوج مراوح، نحطو هذا القماش بهذا الشكل بحيث تكون هذه القيمة تاع الدونتيل 5 سنتيم، 5 سنتيم. نزيدو نعينو قيمة 4 سنتيم بهذا الشكل، نرسموها بالطريقة هذه ونقصوها وحدها. هاك قيمة 5 ولا 4.5 سنتيم، هذه 4 سنتيم، ويبقى لنا هنا 4 سنتيم. هنا نزيدو نخيطو هكا قيمة الخياطة، قيمة الخياطة تاع المروايحة باش الكم هذا، هذا مرة أخرى نكفوه بهذا الشكل ونصنعو به شريط هنا تاع قماش، نصنعو به شريط تاع قماش هنا في الدونتيل بهذا الشكل بالإضافة إلى البي. المهم نزيدو نجيو دوكا نفصلو المروايح تاعنا، نجيو بهذا الإتجاه هكا كيما راكم تشوفوه، نفصلو هكا. نعطيكم القياسات، هنا قيمة 3 سنتيم نحيو هذا الميل هكا، نحينا الميل هذا ونقصه من الاتجاه هذا حتى للفوق الكم، الكرانتي وضعته هنا. نريد نعدل القص هنا باش يكونوا كيف كيف، بحيث يتخيطوا من بعد هك بهذا الشكل. نحيو الزايد هذا، تقلبوه شريط دبلة هكا، تكفوه للداخل ويجي هنا في المنتصف بالإضافة إلى البي واحد من واحد من، يكون منكم مغاير هنا بعد نكفوه. هذا مكان دوكا، هيا نروحو نخيطو مع بعضنا الموديل. نبداو الخياطة، نجيبو البيسمون تاعنا يعني الصدرية تاعنا كما راكم تشوفوا، هذا خلف وهذا امام. تجيبوا البيه وتكفوا به فتحه الرقبه من امام كاول مرحله.
هكا تخيطو. نجيو هنا بالفي هذه نعدلوها هكا بالمكان بهذا الشكل. نزيدو تقلبو تعودوا عليها بالخياطة بالطريقة هذه. تحصلوا على لافينيسيون كيما هكا كيما راكم تشوفوا معدوله الفي معدوله. هنا كليت في صغيره مثلثه صغيره سويت بها فتحه الرقبه. نفس الطريقه نطبقها على الامام. تزيدوا تجيبوا البي بهذا الشكل تطويه على اثنين قيم 2 سنتيم هكا بعد على فتحه الرقبه. تبداو تخيطوا تطويه بهذا الشكل تبداو تخيطوا. مراحل الخياطة سهلة جدا تبعوا بك الصورة راهي جد معبرة. نفس الطريقة اخواتي طبقوها على الامام كل 2 سنتيم حطوا خط. قادرين حتى ديروا عدد الخطوط اكثر من هكا وتخدموا على الدونتيل كما تحبوا. مراحل بسيطة وسهلة وتحصلوا على النتائج الرائعة كما راكم تشوفيا. كل 2 سنتيم ولا 3 سنتيم انا نخيط خط. المهم القياس يكون بعينكم باك يكون صحيح. حافظوا على التناظر في الجهتين باش تلقاو المنتصف يجي معدول. جبت الامام كيما راكم تشوفوا درت لها البي هنا لفتحه الرقبه. جيت هنا في المنتصف حكمت واحد المثلث صغير باش نعدل مليح فتحه الرقبه باش ما تجيش محلوله. درت زوج طرق هكا في الجهتين كيما راكم تشوفوا ودرت اخرين معاكسين باش نتحصلوا على التقاطع هذا اللي تشوفوا فيه. من بعد نحط فيه الوردات اللي قلت لكم. دركا نزيد نحكم الكتف مع الكتف بهذا الشكل. امام وخلف كما راكم تشوفوا.
كما راكم تشوفوا كملت ملاقه الكتف، درت روح درت لاسورجي هنا، حكمت هذه بالخياطه هكا باش ما تبقاناش واقفه بالشكل هذا في الجهتين. دوكا واش بقى لي؟ كملت من الصدريه من البياس مو امام وخلف، نجيب دوكا الفستان هنا نخيط الكتف مع الكتف امام وخلف مع بعضهم بهذا الشكل. كان نجمع هنا بالشكل هذا، نروح ندير لاسورجي ونرجع نوري لكم كيفاش نجمع البياسمون مع الفستان. كملت لاسورجي زدت ثبت البياسمون هنا في المنتصف تاع الامام مع المنتصف تاع الخلف، الكتف هنا مع الكتف، ها هي تحكموا بليزيبانجل وتخيطوا حاجه ما تجي زايده. المهم كي تتبعوا الطريقه تاعي الحساب راح يخرج لكم قد قد كيما راكم تشوفوها. والخلف هاني كيف خيطته، هاني كيف خيطته هنا وسرجيته هنا ثاني الامام. نقلب لكم تشوفوا، شوفوا معايا لا فينيسيون كيف جات ما شاء الله. هذا الامام وهذا الخلف كما راكم تشوف. دوكا راح نروح نحددها بالميكوات باش نحط الورود في الاماكن نتاعها قبل ما نركب الاكمام. بعد ما حددت القندوره نجيب الوردات هذو كما راكم تشوفوا هكا، نحط زربه لاصقه هكا بشويه لتحت ونحط هنا حبه بهذا الشكل. نزيد نجيب هذه الثانيه نحطها في المربع هذا بالشكل هذا، والثالثة نحطها هنا هذا، ونحط في كل ورده نحط حجره بهذا الشكل الطريقه هذه، ونحكمهم بالبرا والخيط بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. انا دوك نكمل التزيين هنا ومن الخلف ونوريكم الاكمام كيف راح نخدمهم. كما راكم تشوفوا كملت الخلف زينته حتى هو، وهذا امام كبقى لي غير نعاودهم باليد. هذا مكان جبت الاكمام كيما راكم تشوفوا، اولا خيطت الدونتيل لصقته هنا، درت له كفه تاع 2 سنتيم ولا 2.5 بهذا الشكل، درت سورجي، جبت القطعه هذه تاع القماش كيما راكم تشوفوا، اولا خيطتها هنا حكمتها بالخياطه هنا كيما راكم تشوفوا هكا قيمة واحد 2 مليمتر، ثم فتحتها بالحديد بهذا الشكل، حددتها بالحديد وحطيتها هنا. كنحطها هنا الطريقة هذه، خيطها في الجهتين هكا، ثم جبت البي وخيطته كما درت في الصدر، درت طريق هنا وطريق هنا. دوكا بقى لي غير نزيد باش نجيب وردة نحطها هنا بهذا الشكل، نلصقها وندير فيها كاغلة هكا باش يكون التناسق بين في الأمام والأكمام. المرحلة هذه خيطت الأكمام كيما راكم تشوفوا. كيفاه نخيطوهم؟ نجي هنا هنا نقيسو هكا 11 سنتيمتر بهذا الشكل، 11 سنتيم، نعينو النقطة اللي راح نبداو منها بهذا الشكل، نزيدو نجي في الجهة الأخرى الخلف يعني نقيسو 11 سنتيم و
نعينو النقطه، جيبونا منتصف الكم مع منتصف الكتف، تحكموه نجيبو هنا البداية مع هذا الخط ونبداو نخيطو. طريقة خياطة الكم أو المروحة موالفة نديرها معكم، تبعوا بك حبيباتي المراحل راح تحصلوا على النتيجة الجد ورائعة. طريقة الخياطة جد وسهلة كما راكم تشوفوا، دائما تبداو كما هكا، توصلوا مسافة 3 أصابع قبل راس الكتف. الكمية هذه ديروها بليات صغار بالاستعانة بالمقص هذا الصغير باش يجيو البليات باهيين والكم يجي واقف. كملوا المراحل، الصورة راهي جد معبرة. المهم حبيباتي راح نخلي لكم روابط الخاصة بالفستان في صندوق الوصف، اما في اول تعليق راح نخلي لكم رابط فريق أم رؤيا باش تدخلوا وتتعلموا وتخدموا وتزيدوا الدخل نتاعكم، وخاصة للسيدات اللي ما عندهمش دخل ثابت يستعينوا به. مرحبا بكم كامل. هكا نكونو كملنا خياطة الأكمام، قلنا غير نقفلو الطرفين. أنا دايما نخلي الزيادة هنا، نخيط على الأقل 1.5 ولا 2 سنتيم. نغلق الفستان، نديرلو كفة من التحت ونوريكم الشكل النهائي تاعو في المانكا. وجد الموديل حبيباتي جا روعة كبيرة، موديل تاع صيف ومناسبة خفيفة، تلبسوه حبيباتي بيديكم بطريقة جد سهلة وبسيطة. مراحل كاملة في الفيديو. هذا الخلف كما راكم تشوفوا. المهم حبيباتي ما تنسوش اللايك، تحطوها تحت الفيديو وتبارطاجيو القناة مع الأهل والأصدقاء في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بقناتكم دائما تبان في محرك البحث. خليكم على خير، إلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو المقبل، ومع السلامة.